وزير الخارجية الألماني فرانك شتاين ماير في غزة. المحطة الأبرز في الزيارة القصيرة كانت هنا في ميناء الصيادين، ومنه أطلق الوزير الألماني رؤيته لتحقيق الاستقرار في القطاع. ثمة مخاطر من تجدد التصعيد العسكري في غزة، ولتجنب ذلك نحن بحاجة إلى جانب المساعدات الإنسانية وإلى جانب إعادة الإعمار إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاستثمارات وإتاحة تصدير البضائع المحلية، وهذا لا يتم إلا بفتح المعابر. الحقيقة أنه من الصعب إنجاز ذلك بدون وقف إطلاق الصواريخ من غزة، وألا تكون هذه المدينة منصة لإطلاق الصواريخ. الأمن مقابل التنمية وتطوير حياة الناس. لكن الوزير الذي كان استمع لتوه إلى شهادات الصيادين حول القيود والاعتداءات الإسرائيلية التي يتعرضون لها يومياً لم يأتي على ذكر أي منها. رفع من نصيب الظالم على حساب المظلوم اللي هو الشعب الفلسطيني، فيجب أن يكون بالعكس، يجب أن تكون تنمية وأعمار وفتح معابر ليس بمقابلها لإسرائيل شيء، لأنه هو المحتل لقطاع غزة وللمجتمع الفلسطيني بكامله لكل مقدراته. وبينما كان الوفد الألماني يجوب الميناء، أعلن عن اعتقال البحرية الإسرائيلية 5 صيادين في عرض البحر. زيارة وزير الخارجية الألماني تتزامن مع جملة زيارات تمت وأخرى مرتقبة لمسؤولين أوروبيين إلى قطاع غزة، وسط جهود تبذل لصياغة مبادرات جديدة لتثبيت الهدوء في القطاع. جهود يصاحبها تقارير يرسلها قناصل أوروبيون إلى دولهم تحذر من عواقب تأخر الإعمار. يبدو أن الأوروبيين منشغلين حقيقة بإمكانية إبرام تهدئة حقيقية مع حماس وإسرائيل في هذه المرحلة، وهناك كما يبدو حراك خلف الكواليس لم يصل إلى مرحلة من النضوج الكامل، لكن أوروبا منشغلة بشكل دقيق في التفاصيل حول طبيعة التهدئة، سقفها، عمقها الزمني، مداها، وإمكانية الأساس منع أي إمكانية انفجار موقف عبر فتح المعابر ورفع الحصار بشكل تكتيكي. حديث يعززه موقف حماس المرحب بالزيارة، وصفة إياها بالخطوة المهمة على أمل أن تلعب ألمانيا دورا في رفع الحصار. محمد المشهراوي، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.